لا ما فيه بداو يا خليني الوسط الزوج ديالي مكرفص عليا شي السيد اخويا بزاف انا شار شي مقدمني بالجعل وهاد الدري عمام خرج عليا خرج على ولادي خرج لي على حياتي انا سيدي كنطلب من الناس ومن الملك الله يسرى سيد خاصني تاتا نمشي لحسن الناس تبقاو انا سيدي كنتكرفص انا وهاد الدري مع الخصا تسمع كنمشي نخدم حتى المحمديه باش نجيب لولادي ما ياكلوا انا سيدي هاد السيد جيت كنفص عليا تكذب على الناس يقولوا لهم راه كيعطي المصروف حتى البارح والبارح جا سكران قال لك تام كيصلي كيمشي يصلي نهار وكيسكر عاوتاني الغد لي وانا سيدي كنهضر معاه كنقول ليه سبت شوف وانا قال لي من هادشي تيقول لك لا باقي باغي يزيد فيه انا سيدي دابا الدري عنده 3 شهور من عند 3 من عند 9 الدري وانا كنشري له في الحليب وكنجيب فيه كلشي كيعطيو ليا الناس من نادو الناس البارح قالوا لي شري ولدك الحليب وشري لي كوش عطيها 30 الف ريال سيدي باش يدير كروسه باش يبيع هذا الملح حرام اشي يديروا كان جيت تاجر في المخدرات هادشي اللي معروف عليه من جاب ولكن مشى للمرسى مشى للمرسى وخدم فلوكه دار مع عباد الله مولي الفلوكه جراو عليه قالوا لي ما تبقاش خدام معانا قلت انا قلت لي نوض خدم هاكا 30 وعيط على واحد خوه برا صفت لي 32 وكذب عليه وقال لي راه 26 تجيبو انا سيد اللي كنطالب من الناس ومن السلطات هاد السيد روشيرش عنده الاختصاب عنده محاولة القتل ضرب واحد الدري ما دار ليه والو هو واقف طاغي تيتقلقب يوميا كيسكر بغاش اخويا الدري مريض ليا الحليب اللي عطيتو كنعطيو ليا الناس بريمي ما عرفناش تغلط ليهم الدري كيموت بالمصارى سيمانة وانا كنقول شري لي الدواء ديال البرد وتيقول لي بغيتي نشري لي الدواء بغيتي نشري لي الحليب كيغوت عليه وكيمشي عطيتو 30 الف ريال ولا 16 الف ريال كذب تيقول لي انا راه مخبي 1000 درهم كان مخبي 1000 درهم عند خويا باش يكري كاين شي كرا سيدي في المدينه وب 1000 درهم بيد دابا ما تلقاش ب 1000 درهم فين هو التصبيق باش غيخلص هاد الكرا تنقول لي انا بقى عايشه في البراكه اللي عاطيني امي حيت خرج عليا ودار ليا كاع رزقي ما بقيت لقيت بلا برا باش ندير لا باش حرقني في المجبر حيطوا لي الناس قالوا لي نادي دخلي راجلك راه سكران الزرقاء من الحدات اللي كانت شتخيت من السما والبارح قلت له انا ما كنهضرش معاه ماشي سوقي جا الناس الاولين والثانيين والثالثين خرج من طلبوني الناس باش ندخلو كيشف في الماء وكيغوت داني شويه كانوا كيشوفوا السر اللي جاب من المرسى هزو هوينا وخوا عليا جاب الله هذاك المجمر شاع علينا بالقواعد وبالعود هبا كون كان في سميتو كون مت تخشى ليا انا توليت يخوا عليا الناس كوكا باش نبرد خوا عليا صحابو كوكا بالليل بقيت حتى 7 الصباح والدري معايا في الزرقاء بنت ديالي عند كبيره تتقول لي دخلوا لولدك الجيران فيق الجيران كلهم هذا الراجل ولدك كنت معاه قبل ما نتزوج لا انا هو انتقام جا عندي باساس انتقام انتقم مني خرجي على حياتي عذبني حيت كان الزوج ديالي الاول اللي مات الله يرحمه كان ضرب مع خوته هو كان في الحبس 7 سنين من 3 سنين من خرج من الحبس قال لهم غنتقم ليه من مرتو غنعذب ليه مرتو غندير ليها وغنفعل لها ونيت كنت معاه انا قبل ما نعرف هذا الراجل اللي مات تزوجت به من تزوجت به من نهار تزوجت به هو كيمشي 48 ساعة كيطلبوني الناس وكنسمح ليه من بعد هي ما تخرج من زوج حرب لابيجي وطلعوا لي هرب لسيد الحال كي كانت تتاجر في المخدرات كانت عنده 5 مليون مخلي عنده واحد الدري ولد بغوت من الفلوحال وبرك كعود لهم الكذوب كيقول لهم بالله هو راه مظلوم وكان ظلمو وكان تزوج بالصحة ولا سيدي اسيد من كيتقاداو ليا الفلوس كيهرب من كيتقاداو ليا انا الفلوس كيبدا يهرب لا سيدي ماشي هادشي مشى لسيد الحال الفلوس يريح سيدي من مشيت لسيد الحال وشافوني الناس وسكنت مع ديك الدرية اللي كرات ليه قالت لي ديك الهضرة كلها اللي كانت تيقول كذوب انت بنت الناس وشافوني من مشيت عنده كنخلص ليه الكرا كنعطيه باش ياكل كنهبط من سيد الحال حتى للمدينة لضرب عمر باش نخدم ونمشي ندي ليه وكانت عند من بعد من جاني لحم بالدري انا لحم ديالي صعيب مابقيتش قادر نوقف للنوض
كنبقى 24 ساعة 24 ساعة في الجوع. كنقولي بغيتها الليمون هذا حيت كنت نشرب انا الليمون والماء وكنردو. واحد صاحبو ولكن كان تيعتقني من بعد جاو داو لي الاسرة ديالي داني بابا وهبطني هنايا. وحال كانوا دارنا ما كيهضروش معايا على قبلو. واحد الجارة واحد الجارة تاهي مجوجة بخو حلات فيا هي اللي قابلوني هو اللي داوني للسبيطار. كنت غنموت حتى انا كيجيني روح واعر. طلعت ديال المرارة تخا ديال المرارة نعس في الانعاش المرة الاولى المرة الثانية كيشوفوني هما نشرجم. وما كان حتى تحرف تاجر في المخدرات كيبيع الحشيش وكيبيع البيضة. كاع الناس عارفينو لا اللي برا لا اللي هنا. كيبيع الحشيش والبيضة وما تيصرفش عليه. لا دابا مابقاش كيبيعها حيت كاع الناس هربوا عليه. كاع الناس مابقاش باغيين تيقين فيه كيدل ديال الناس. كاع الناس دابا واحد اللي تلاقى معاه بلا ما نسميه ليكم عنده واحد اللقب راه قلتها في الكوميسارية حيت الاوديوات كلو اللي قالوا ليا قلت معايا راه بغاك فلان تلاقى مع منسيب عطاني الكراب انا اللي حطيه بيعه وشريه وكيجي كيفرق لي سلاحتي كيفرق فابو. من كيجي سكران كيبقاو عليا الناس وصافي سكران من 30000 ريال ولا 16000 ريال. ربحت زيرات واحد الدري وقالت لي بغيت الحليب لولدك ومسكينه الدري ما عرفاش شنو الحليب كيداير حيت هذا خاصو ريجيم. عاد عطاها 10000 ريال وقال لها جاب الدري كل حليب وهذيك الحليب ما تشربش. حيت الخير من لا ماشي خاف من الدريه. خاف تاخذ من الدريه وزيراتو وقالت لي حرام عليك. هذا بزناز وغيخاف من الدريه. لا خاف حيت هو طاح لي هذاك الشيء كل القباحه اللي كانت فيه وهذاك الشيء اللي كان فيه. ولا انا نقول لك بنضرب هذا الدري وتعدى عليه بحال يدلوه الناس. هذه الدريه معقوله قالت لي دابا انت راجل اللي كتقول انت راجل هذه المره من غادي تجيب الفلوس. وقفاته وقالت لي جيب هذا بالعانيش بد الفلوس اللي عطيته وما بقاش ما بقاوش عنده. قال غنكملهم. عطى الدري شد الدري مسكينه وغركات عليه بالزز. شد الدري شرات لي الحليب كامل وشرات لي باكيت لي كوش وجوج كينطات وقرع بوديزات الماء. واخا هاد الحليب مسكينه اللي جابت لي ما كانتش عارفه هو راه دايره لي انا واحد ريجيم راه باقي هو كيسمع فيك ما قدرش. ما تقلقيش عليا لا انت رضيتي عليا النهار الاول ودابا. سيدي انا كنت نبغيه وكنت صبرت وكافحت وعطيت وجبت وعادت والديا وخليت ولادي ولكن السيد ما فيش الخير كيكذب على عائلته كيقول لي انا اللي ظالمه واش كاين هذا اللي صغير ما كيحش ولده تقول ما انا ولدي عزيز عليا واش ما حش قال لك سكت صافي انا غادي ولد هذا الولد وغادي تشوف تاب ثلاث شهور ديال فيها اخواني وكيكتب تيلبس جلال وكيمشي للجامع ولا كان تيديروا كان باش خو يعطيه فلوس الحريق كان خوف باش يدعموكي. انا حسبي الله ونعم الوكيل انا لا نقول حسبي الله ونعم الوكيل انا شوف باش جيت عندكم تعاني وليت باش نصحي انا كنصح الدريات ما يتبعوش قلبهم ومشيو يتبعوا راسهم ويتبعوا والديهم لانهم غيضيعوا في حياتهم انا وغيتشردوا وغيلقاو راسهم ما عندهم لا حليل لا رحم ما عندهم حتى فين يسكنوا باش انا وليت مفرقه ولادي فين ينعسوا ولكت راسي وليت رجلين. انا كنطلب من السلطات ومن محمد السادات الله ينصرو وكنطلب من الناس يعاونوني على هذا السيد اللي تعتقل وانا اللي غنبقى خدامه وكنمشي نبيع ضرب عمر باش نوكل ولادي من ولا خويا انا باش غنعيش. الحمد لله هاد السيد كيطغي كيحرشوه كيسحب راسو الدنيا سايبه. حرشوه عليك؟ علاش اش بغاو عندكم؟ فهمت العائله باغيين يشردوكم ما فهمت. دابا الناس كيشوفوني انا كنغوت على حقي هو كيسكار كيبرد بالشراب انا ما عنديش باش انا وصلت الانتحار ما غنتحر انا وهاد الدري طلعت لدارهم باش ننتحر. انا كنطلب من الناس من الاب ديالو كان تيشوفني هاد ناجي بورجي راه تعدى الحدود. انا العييت انا غنذكر سميتو وغنهز صورتو وغندير كلشي لان اللي تعقلت لان البوليس كيجيو عندو كيخبيو عمو كيخبيه. انا سيدي غنولي ميت هادشي اليوم انا عطيهم ثلاث ايام لما داج الدري غيجيو يدوني انا للقبر حيت ما بقيتش قاده صافي عييت غنطلع انا ولادي حيت انا عييت اسيدي انا عييت انا ما بقيتش قاده باش غنصرف رزقي كله داع انا المرسى كيتخبى فيها باش دابا قالوا لي صافي والله ما حد دابا دخلوا فيها بحجه وصحاب لها بيجي ثلاثه المرات وهزوا الدراري خباو في واحد الدرب فين واقع شنو بلاصه درب جران فين محمديه لا في المدينه القديمه انا سيدي جاو هربوا عمو خلاو تمشي تانا وطلعوا عمو الصباح
من قالوا يا البوليس بركي حداه نوضني البوليس من نعاس مع الساعة الصباح قالوا يا بركي حس عليه أنا من عاس عليه هبط من عند دار عمه صورت من هابط وصورت عمه من تعرى عليا وصورت كل شيء وعمه راه عندي بيض ترتفقه في 25 يوم أنا سيدي عييت أنا عييت أنا درت مع جميع المتسحلات كذاب كيكذب كينصب كيدير كل شيء والناس راه كذاب والناس راه كذاب راه غنستر كذاب وانا راه نعيد انا كنطلب حقي انا كنطلب سيدي تعتقل انا بغيت تعتقل وانا نبقى نطلب ونتعاون ونتصل على ولادي ياخذ لي حقي باش نبقى قدام المخزن وياخذ لي حقي اللي ضيعت عليه رزقه وفلوسي وحياتي هذا السيد كذاب هذا السيد ما تيكونش عنده ترياح حيت السيد شويه كيطغى انا هذا السيد كيطغى هاد السيد انا واش انا خويا واحد العربيه في الكريت تيكون معاك ملي شي يدير شويه فلوس تي نفرح هادشي السيدي هادشي اللي كاين هادي الحقيقه الفلوس يخسروا مع الاخرين وانت شي تخسروا مع في الشراب وفي القرقوبي حتى شي وحده مابقاتش باغا حتى شي وحده مابقاتش تشوف فيه حتى شي وحده مابقاتش تقول لي حتى وحده مابقاتش تشوف فيه اي حاجه دار كيجيو الناس عيطوا لي اي حاجه حتى الفلوس 32 هو قال لي 26 وانا ها الورقه جابوا لي الناس الورقه وقالوا لي هيا في التليفون صيفطوها ليا قال لي 32000 ريال اللي صيفط لي خوه كيكذب على خوه تيقول لي انا مظلوم وراه كيسكر وكيكذب على خوه وراه كتقول الناس انا اخواني وكيتقرقب واحد النهار طلعت دارو لقيتو سكران وانا نسكت قلت اش نقول نقول عباد الله الشوعه نقول وقفه ومشى سكر في الليل وكنصبر وكنسكت انا حتى وحده سيدي ما بقى بغاني انا ولادي انا في الزنقه انا في الزنقه انا بالراكه ما بقتش قاداني واش بالراكه فاس الدار غنعيش فيها خمسه نفوس انا سيدي غنطالب بالناس والسلطات ياخذوا لي حقي الله يحملكم الوالدين اخويا